اليوم بسيجمنت بيتس واللي حيصير مرة بالجمعة حيكون معنا مثل اليوم بيجو وحنكون عم نعطي معلومات عامة عن الكلاب عامة أو الحيوانات وتيبس وغيرها. سو أول شيء بونسوار بيجو. هاي هاي بليز ما بقى تلزق بروبن تعال عنا تعال خيفاني منك أكيد. حبلش لكم انه الكلب هو اول حيوان تقرب على الانسان بتقريبا 6000 قبل الميلاد وصار مثل شقفه منه وقد ما كان وفي له كان يحميله بيته يحميله كل الانتوراج تبعه وصار يتقدم ويتقدم الانسان وضل حده الحيوان وخاصه الكلب وصار علامه نوبيليتي يعني صار الروا عنده نوع كلب معين مثل بانجلترا عنده الويلش كولي اللي هو احلى شيء عند الكوين اليزابيث وصار كل حياه كل روا ينقي كلب له ويصير مارك له مثل الدنمارك عنده كمان كلب لها الجيرمن شيبرد للمعازين الالمان ف بتلاحظوا انه ديك شو مهضومه فيك تقول لنا بليز من اي بريد هيدي بريد بوميرانيان حنكون عم نحكي كل مره عن بريد معينه اوقات وهي بتضل على هيدا القياس هيدا عمرها 4 هيدا الماكسيموم هيدا الماكسيموم وبتجي بكذا لون بتجي بهيدا اللون وبتجي ابيض وبتجي لونان كمان قد ايه عمرها هلا هيدي عمرها 4 سنين 4 سنين نعرف من اسنانها بكره بعدين بنعلمكم كيف هلا اذا ما بدنا نفوت بالتفاصيل نترك التفاصيل للعنايه فيها او بغير بات لغير حلقات بس حعلمكم اليوم حتى الواحد يجيب بات لعنده على البيت اوكي الشروط اول شيء يكون عنده وقت لانه البات هو مثل حيالله بصير فرد من العائله بده وقت بده تمشيط هلا اليوم حقلكم كيف لازم يمشطوه بده كل يوم لازم يتمشى اكل لازم يكون ريجوليه ونفس النوع مثلا وبوقت محدد بده تدريب كرمال الكاكا والبيبي مثل ما نحن بنعرفهم وبده كمان ناخده كل فتره عند الفيترينير تيعمل له التشيك اب اللازم وخاصه في عنده انه ما بيتحمم كل يوم الكلب كل فتره يعني ما فينا كل يوم نمشي بمنطقة كتير فيها جاية لأنه ما بيسوى ما بيسوى للوبر ما بيسوى للجلد ولا غيره هلا حقلكم اليوم بطريقة كتير هينة كيف نشط الكلب كيف تبشتي يا كريستال إنه عادي إنه عادي ما إلي بالأول أوكي اليوم رح قلكم كيف بمشطوا البسينات أو الكلاب يلا تعال أول شيء أنا مشطت قبل بوقت اول شيء منبلش بالقلب كرمال كرمال يشيل الوبر الميت كل شيء وبر ميت بس ننشط بالعكس بيطلع وبيطلع من كعبه وهو هذا الشيء كثير بيفيده لانه ما بيصير يهر بالبيت لانه خاصه عندنا الاميات عم بيهر الكلب بالبيت وبتصير لا اول شيء بالقلب بتشوفه بيطلع كميه اكثر شو هنيه ايه هيدي ما في منها بينما اذا بتشوفوا غير كلاب بتجنوا نرجع من مشيت عادي نزول نزول اوكي بنكون شلنا اتوبر الصوفة كل شيء وبر ميت هلا بنرجع هلا بيجي ليك المخز نرجع منشيلهم ومنكفي اهم شيء انه من بعد ما نخلص تمشيت نطهرها بسبيرتو لانه يمكن اليوم نحن شلنا بكتيريا معينه ما نرجع نمشطها كل يوم فيها او تكبر بهيدا المشط او اذا كان عندنا كذا حيوان كل يوم كل واحد له مشط تبعه كل يوم نمشط كل واحد لما معقول يلقطوا من بعض وخاصة إذا كانوا كلب وبسينة بصيروا يلعبوا مع بعض و معقول الإنسان يلقط من الكلب؟ هلا في شغلة كل العالم بتقولها إنه الكلاب بتعطي حساسية أو العالم بتحسس عليها بس هذا الشيء مش مزبوط هن عادة بحسسوا على البسينات لأنه وبر الكلاب غير وبر البسينات علما إنه البسينة هي بتنظف حالها وهي أنظف من الكلاب يعني ما فينا نجيب كلب فيكم تجيبوا كلب بس عندك وقت يا كريستال؟ بخلق وقت اذا كانت مثل بيجو اكيد كثير هنيه هي بيوتي مثل ما هي كثير بيوتي هلا حننتقل لسيجمنت بيوتي